تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، اليوم مثل ما تعرفون آخر يوم في الأسبوع، الخميس الونيس، وأحب أني أيضا بالنسبة للأخوة السائقين نتمنى لكم إن شاء الله يعني رحلة سعيدة ورافقتكم السلامة، ولا تنسون إن شاء الله حزام الأمان. واليوم أيضا تاريخ مميز اللي هو 20/2/2020. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق عملي اليوم معاي في التنسيق والمتابعة، أختي ميرا المري، وفي الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما وائل قواسمة، وأنا من أمام الميكروفون معاكم محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، قبل نأخذ أول فقرة من البرنامج أحب أني أذكركم وعلى أي استفسار عندكم وتواصلكم اقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006، ونقول يا مرحبا بكم وسهلا. مستمعين الأعزاء، نأخذ مثل ما عودناكم دائما الفقرة الأولى من البرنامج دردشة السوشيال ميديا، وبتكون معانا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. اختي اسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، وصباح النور عليكم على كل مستمعين اذاعه نور دبي. صباح النور والسعاده اسماء. ناخذكم في جوله من الاشياء المهمه اللي تم عرضها في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. من ضمنها خدمه طبيب لكل مواطن. الخدمه توفر الاستشارات الطبيه للمواطنين على مدار الساعه وطيلة أيام الأسبوع من قبل أطباء المتخصصين. فهي الخدمة استحقنا النشرة أمس، واللي ما عنده تطبيق الهيئة يقدر يحمله من خلال الرابط الموجود، وأيضا تطبيق الهيئة موجود في نظام الـiOS الآيفون والأندرويد، وكذلك في الهواوي بلاي. نعم. أو الهواوي ستور، فممكن يحصلونه سواء كان تليفون هواوي ولا كان تليفون يعني سامسونج أو آيفون. نعم. أيضا من ضمن الأشياء نحن نبغى نذكر الجميع بمسح دبي الطبي للعيون. المسح هذا جدا مهم، فذياهم اتصال من مركز دبي للإحصاء أن يلبون الاتصال ويونسوا فحوصات، لأن معاهم فيهم نحن إن شاء الله راح نطور القطاع، يعني الخدمات المقدمة لصحة العيون على مستوى دبي، يعني مو بس على مستوى هيئة الصحة، فمشاركتهم جدا مهمة. أيضا ضمن الأشياء افتتاح دورة المؤتمر الدولي جراحة الإصابات والكسور وكسور العظام، والتستمر لين 21 فبراير. نعم. أختي أسماء، اللي يميز في موضوع الدورة اللي تكلمتي عنها إن هي مختصة وايد في موضوع يعني كل ما يعني في موضوع الابتكار في هالنوع من العمليات. صحيح. وما شاء الله يعني هيئة الصحة أيضا عندها تقريبا 10 أقسام جراحة كسور يعني متخصصة وعلى يعني مستوى يعني عالمي. نعم. جراحة الكسور باستخدام التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي وغيره. أيضا يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي تبدأ فعاليات الإمارات يعني الابتكار على مستوى إمارة دبي، ونتمنى من الجميع أن يجونا موجودين نحن في أبراج الإمارات من الساعة 9 لين الساعة 5. نختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وابحث عما تحب في عملك، فلا يوجد عمل من دون عنصر من عناصر المتعة. دائما نركز على الأشياء نحبها، ما في شغلة نحبها من A to Z مثل ما يقولون. أكيد في أشياء نحن نحبها، في أشياء ما نحبها في أي شغلة نسويها، لأن تشوف واحد يحب الإبداع والفيديو لكن لازم يوثق شغلة ولازم يكتب ولازم يسوي يعد تقارير، يمكن ما يحب هذا لكن في النهاية نحن علينا نسويهم كلهم
لكن نركز على الأشياء اللي نحبها عشان يعني الدوام ونحن يعني طاقة إيجابية أكيد. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بالصحة والسعادة أختي أسماء، شكرا لك. كانت معنا الزميلة أسماء الجناحي وفقرة السوشيال ميديا، ومثل ما ذكرت الأخت أسماء أن نحن الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا أسبوع الابتكار، فأيضا اليوم الفقرات الثانية من البرنامج إن شاء الله اللي بنتكلم عنها كلها معنية بأسبوع الابتكار والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي بما يخص الابتكار والإبداع. مستمعينا الأعزاء، أذكركم بأرقام التواصل مرة ثانية على 6055-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم فقرتنا الثانية بتكون الفقرة التوعوية، واليوم موضوع الحقيقة شيق. نحن دائما متعودين يكلمونا بالنسبة للتغذية وفوائد التغذية ونمط الغذاء والحياة الصحية السليمة. اليوم بنتكلم عن شيء جميل، عن مادة جميلة. أنا بس يعني بتكلم عن الأسماء ويمكن بعضكم بيعرف اسمه، لب النخلة أو قلب النخلة أو المار. فوائد عظيمة الصراحة، ولكن أنا بخليكم إن شاء الله تتكلم عن هذا الموضوع الأستاذة سامة عبد الله. صباح الخير أختي سامة. أهلين يا صباح النور أخي عبد الله، يسعد لي صباحك ويسعد صباح المستمعين. الله يسلمك. أنا عاد أخذت الموضوع شوية وكرت للمستمعين الأعزاء الأسماء، ولكن أنت إن شاء الله بتكلمينا عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي وفوائده. أكيد أكيد أفعليك. طبعا مثل ما ذكرت أخي عبد الله راح أتكلم عن فوائد الحيب، بس قبل لا أتطرق للموضوع وأدخل بالتفاصيل، بالأول راح أعرف شنو هو الحيب وطريقة استخراجه وأماكن تواجده، وبعدها راح أتكلم عن القيمة الغذائية للحليب. نعم طبعا مثل ما ذكرنا أختي أن له أسماء عديدة، يعني في بعض الدول يسمى بلب النخلة، وبعض الأماكن قلب النخلة، وبعض الأماكن الجمار، ومثل ما تفضلتي أن نحن عندنا في المجتمع الإماراتي بالأغلب يعني يسمى بالحليب. طبعا نعم. مثل ما ذكرت هذه الأسامي اللي يصفون فيها لب النخلة، ولكن مثل ما يطلقون عليها هل الشمالية بالحليب وهل الغربية هل بضبي بالكاروب. طبعا راح أعرف شو هو الحيب. هو الجزء الذي يغذي النخلة، وهو نافع البياض حلو المذاق إذا تم وصفه، ويتم استهلاكه بكثرة في الجو البارد أي في فصل الشتاء. نعم. حيث يتم تزايد حلاوته وصلاحية أكله لا تتجاوز اليومين، إذا لم يتم تخزينه بالطريقة الصحيحة لأنه يتحول إلى اللون البني المائل للأسود، والسبب يعود لإحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات الأخرى المفيدة للجسم. نعم. ويتم استخراج الحليب بعد قطعه بطريقه معينه. طبعا هو مش بالموضوع السهل، ويتطلب الامر لمهاره وخبره لا يجدها الكثيرون، ولا ينصح ابدا بقطع النخله المثمره فقط لاستخراج الحليب. نعم. ومثل ما قلت لك يتواجد في اماكن جدا واسعه، منها اسواق الشعبيه مثل سوق الجمعه وسوق البديه وشرم ومسافي بالبجيره، ويختلف سعر الحليب حسب الحجم اللب المستخرج والجهد المبذول. نعم. والحليب أخوي عبد الله أنواع، من الحلو ومن المر، وهذا الأمر يعتمد على شيء واحد وهو الشجرة الأم. إذا تم ريها وتسميدها بعناية يكون حليبها حلو المذاق، وبالتالي إذا تم إهمالها يكون حليبها مر. لافتا إلى أن أجود أنواع الحليب هي المستخرجة من أصناف النخيل الجيدة مثل الخلاص والبرحي الشيشي، والجدير بالذكر أن ذكر النخيل هو أجودها على الإطلاق، وينصح بضرورة تخزين لب النخلة في الثلاجة فور جمعه حتى لا يتغير لونه أو طعمه. نعم. أختي سامة، أنت ذكرتي بأن يعني الحليب له مواسم، يعني أنت ما ينحصل يعني مثلا في طول فترة الأشهر في مواسم معينة، فمدة يعني حفظه في الثلاجة كم مثلا ممكن الواحد يشتري كمية ويحتفظه مثلا في الثلاجة لمدة كم؟ هي مش المدة الكبيرة. طبعا هو يفضل أول ما يجمع الحليب يستخدم أو ينأكل في نفس الوقت، لأن تكون حزتها طعمها أحلى ويكون فريش. طبعا كأي نوع من الفاكهة لو حطيتها مثلا قطعته وحطيتها في الثلاجة بيتغير مع الأيام. نعم. ولكن هو من يوم ليومين بيكون أفضل استخدامه أو استهلاكه.
أختي عندي سؤال بس عبر الرسائل النصية القصيرة، يقولوا هل متوفر في الجمعيات التعاونية أو السوبر ماركت مثلا؟ متوفر في السوبر ماركت الجمعيات، ولكن معلب، يكون نعم. معلب مش يكون فرش. وطبعا الفرش أفضل، طبعا الفرش يكون أفضل، لأن المعلب يكون فيه إضافات مواد حافظة ويكون فيه كمية الصوديوم أو الأملاح تكون فيها عالية. نعم. أيضا ذكرتي أن الحليب له فوائد كبيرة وله فيتامينات ويساعد على أتوقع يعني زيادة الحديد في الجسم، لو تكلمينا شوية عن هاي الأمور أختي سامة. طبعا فوائد الحليب هو له فوائد وقيمة غذائية عالية جدا، تجعل منه علاج فعال بسبب عناصر العديدة، فهو يعمل على الوقاية من فقر الدم، لأنه غني مثل ما أنت ذكرت بعنصر الحديد الذي يساهم في زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم، وأيضا هو غني بفيتامين ألف والذي يمثل أهمية كبيرة للبصر، فهو يعمل على تقوية النظر، ويحتوي أيضا على حمض الفوليك المفيد جدا بشكل عام للنساء الحوامل وعلى وجه التحديد، حيث يعمل على الوقاية من التشوهات الخلقية ويساعد على نمو الجهاز العصبي للأطفال. نعم. ويحتوي أيضا على نسبة من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام ويساهم في الوقاية من أمراض هشاشة وضعف العظام، وهو مصدر جيد للألياف لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن وظائف الجهاز الهضمي وتعمل أيضا على الوقاية من مشكلة إمساك ومشاكل عسر الهضم، ويمثل أهمية كبيرة في زيادة الشعور بالشبع. نعم. ونقطة مهمة جدا للنساء اللي يهتمون بجمال البشرة، هو يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتجاعيد الوجه، حيعمل على زيادة حيوية البشرة ويحسن في الحالة النفسية والمزاجية، ويعمل على الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، وبالتالي هو يساعد على التخلص من مشكلة التوتر العصبي. نعم. وهو لعد يعني فوائد عديدة لا يقتصر اللي أنا ذكرته طبعا، بس لضيق الوقت والوقت المقتصر علينا اتطرق لأهم الفوائد للحليب أو لب النخلة مثل ما ذكرنا أخوي عبد الله. نعم نعم. أتوقع أن يعني مثل ما ذكرت أختي سامة لها فوائد كثيرة، وأتوقع أن اليوم أنت أيضا يعني ذكرتي أمور كثيرة يعني تفيد الإنسان في موضوع الحليب، فنتوقع أن الكثير اليوم بيصير بيبحث عن الحليب هل متوفر في الجمعيات أو الأماكن الثانية. بالفعل. نعم. أختي سامة عبد الله أخصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك على هالمعلومات القيمة. عفوا، يسعد لي يومك إن شاء الله، ويومك سعيد إن شاء الله يا عبد الله. الله يسلمك. مستمعينا الأعزاء في فقرتنا الثانية بتكون معنا، أذكركم بتكون معنا الأستاذة منال بوفلاسة رئيسة قسم التمريض والتثقيف في مركز دبي للسكري، بس بناخذها إن شاء الله بعد الفاصل. اللي يحبه كل أول يوم في الأسبوع بداية أسبوع جديد، الله نتمنى أن يكون أسبوع جميل، أسبوع إيجابي. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء نحب نعتذر لكم عن التأخير في انطلاقة البرنامج، كان عندنا مشكلة هندسية بسيطة والحمد لله حليناها، فنرحب فيكم وإن شاء الله تدارك فقرات البرنامج في الوقت اللي باجي. دائما احنا نقول يعني مهم كم زمن عندنا، المهم استغلال هذا الوقت. فنصبح عليكم بالخير ونبتدي معاكم برنامجنا، ونذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. تواصلوا معنا، طرشونا اقتراحاتكم، آراءكم، كل شيء تحبون نحن ناقشه. سمعتوا إشاعة طبية، موضوع طبي، تواصلوا معنا. دائما أنا أقول مذيع يسولف ساعة كاملة على الهواء أو أقل من ساعة، اليوم مو من اللي تسوي البرنامج ما حد يبي يسمع، بس لما تتداخلون معنا طرشونا اقتراحاتكم، طرشونا ملاحظاتكم، طرشونا مواضيع طبية. دائما تطرحون مواضيع جديدة ممكن إحنا ما على بالنا نطرحها في البرنامج. رح نروح على طول إلى الضيف الأول معانا اليوم. رح نتكلم عن مشاركة هيئة الصحة بفعاليات شهر الإمارات الابتكار 2020. ما شاء الله شهر الابتكار هالسنة مثل كل سنة مثل ما تعودنا في كثير من الابتكارات، وأكيد الصحة لها النصيب الأكبر. وتشارك هيئة الصحة بدبي خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير الجاري بفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020 من خلال حزمة من خدماتها ومشاريعها وتقنياتها الذكية التي تعد الأحدث من نوعها في المجال الطبي.
والتي تم تسخيرها أكيد لخدمة المرضى بمختلف مستشفيات الهيئة ومراكزها المختلفة. بنتكلم عن مشاركة هيئة الصحة في شهر الابتكار. معانا الأستاذة مي الدوسري مديرة مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي في مداخلة عن طريق الهاتف. صباحك ورد أستاذة مي. صباح النور دكتورة، يا هلا. هلا فيك، حياك الله في صحة وسعادة. أهلا وسهلا. نتكلم أول شيء، نعطي المتابعين أو المستمعين فكرة عامة عن مشاركة الهيئة وأماكن منصاتها خلال شهر الإمارات. قبل ما نتكلم عن منصاتها، نتكلم شو أهمية، شو يعني لما نقول شهر الإمارات الابتكار وشو أهميته، وبعدين كيف إحنا قاعدين نشارك في شهر الإمارات الابتكار؟ طبعا دكتورة، هو من أهم أهداف شهر الإمارات الابتكار هو أن نحن نخلي دولة الإمارات وجهة عالمية في مجال الابتكار. وطبعا نحن في كل سنة عندنا مختلف الفعاليات ومختلف الأنشطة اللي تشتغل عليها، نشتغل عليها على مستوى الحكومة، وفي تكون عندنا احنا رسالة واحدة نوجهها ان احنا يعني نعزز فيها روح الفريق. فنحن في هذه السنة طبعا العنوان هذا الأسبوع هو الاستعداد للخمسين. وطبعا فكرة الأسبوع هذا أن نحن نعزز في الأفكار الابتكارية ونشتغل عليها أن نحولها إلى واقع. ممتاز. فهذا هو أساس أسبوع الابتكار. الحين من ناحية المشاركات، طبعا هيئة الصحة مشاركة في موقعين رئيسيين. عندنا في بوليفارد أبراج الإمارات منصة، وعندنا فعاليات وأنشطة مختلفة في مركز الابتكار الصحي اللي هو خلف مستشفى راشد. ممتاز. هل منصات التابعة لهيئة الصحة هي عبارة عن أماكن دعوة إليها مفتوحة، يعني الناس تقدر تسير وتشوف للابتكارات الموجودة؟ هي طبعا أكيد الدعوة مفتوحة للجميع. ممتاز. ممكن يكونوا متواجدين عندنا في المركز ويتفاعلون مع فريق الابتكار اللي في المركز، ونطلع معاهم بأفكار. عندنا يعني ألعاب للتفكير الابتكاري يلعبونها مع فريق الابتكار، ويطلعون بفكرة ويدخلونها على طول في نظام أفكار عندنا. ممتاز. شو أبرز الأجهزة والتقنيات الحديثة اللي بتكون متوفرة واللي تم استعراضها للجمهور من خلال منصات هيئة الصحة؟ طبعا هني عندنا نحن في أبراج الإمارات عارضين خدمتين، اللي هي خدمة روبوت القسطرة للجلطات الدماغية، وعندنا روبوت عملية العمود الفقري. ممتاز. وفي المنصة الثانية؟ المنصة الثانية طبعا احنا هني عارضين عندنا المختصين في هالمجال اللي شغالين في العمليتين موجودين هني يشاركون الناس بفكرة الروبوتات، ولكن المجسمات الخاصة بهالجهازين موجودين عندنا في المركز. ممتاز. فاللي يحب يشوفه ممكن يشوفه بالضبط كيف العملية تصير. جميل. ممتاز. وفي نفس الوقت عندنا يعني خدمات أكثر في المركز، منها تطبيق خاص بالصحة النفسية. هذا التطبيق طبعا اشتغلوا عليه الطلبة اللي فازوا في هاكاثون دبي الصحي. نعم. ونحن الحين شغالين نجرب فعالية كفاءة التطبيق هذا معاهم. ممتاز. وعندنا في نفس الوقت بعد عندنا عدة مجسمات وأشياء متعلقة بطباعة ثلاثية الأبعاد. عندنا شركتين موجودين معانا هناك يشوف يعني هم الهدف منهم نقل المعرفة بكفاءة هذه التقنية في المجال الصحي، إن ليش الأطباء يستخدمون طباعة ثلاثية الأبعاد حق إجراء العمليات اللي هم يسوونها. ممتاز. شو في أنشطة أو فعاليات ثانية مصاحبة لهال الإنجازات اللي تكلمتي عنها؟ طبعا احنا عندنا بغير هذه اللي هي المعرض اللي موجود، عندنا ألعاب خاصة بالتفكير الابتكاري تحفزهم انهم يطلعون بفكرة، واللي يطلع بفكرة على طول يروح على النظام عنده أفكار ويدخل الفكرة مالته ونبتدي نشتغل عليها معه. نعم. وعندنا بعد ورش عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى كل قطاعات الهيئة بشكل يومي. عندنا قطاع
ندخل معاهم في ورشة عمل ونطلع بأفكار متخصصة في مجال القطاع هذا. وعندنا متحدثين بشكل يومي في يعني مواضيع مختلفة، منها مثلا دور حاضنات الابتكار، قصص نجاح، ورش تخص الذكاء الاصطناعي وكيف يستخدمونه في المجال الصحي. ممتاز. ففي عندنا بشكل يومي عندنا ورشتين عمل. جميل جدا. شكرا لك استاذة مي الدوسري، مديرة مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص مشاركة هيئة الصحة ومنصاتها. بس نذكر بأماكن المنصات عشان الجمهور يتوجه لها ويشوف كل الخدمات الموجودة. إن شاء الله عندنا المنصة واحدة في أبراج الإمارات، بوليفارد أبراج الإمارات، مقابل المسرعات الحكومية، ومركز الابتكار الصحي خلف مستشفى راشد. ممتاز. شو ساعات العمل لهالمنصتين؟ من أي ساعة لأي ساعة؟ من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 3:30. ممتاز. شكرا لك أستاذة مي، ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق، وإن شاء الله نحاول مرة المنصة بعد تم تفتتح عشان نشوف الخدمات الموجودة. شكرا لك. مشكورة دكتورة. مع السلامة. مع السلامة. طبعا شهر الإمارات الابتكار هي عبارة عن فرصة لنا كلنا نسير ونشوف شو الخدمات وشو الجديد في عالم الابتكار اللي تقدمه مختلف الهيئات ومختلف المؤسسات. ترى المؤسسات تشتغل من زمان على مدى السنة كاملة لشهر الابتكار الجاي عشان يطلعون بخدمات جديدة. ومعظم الأشياء اللي شفناها الذكية اللي تخدمنا نحن كالمتعاملين عبارة عن مشاريع قدمت خلال شهر الابتكار. فهذه رسالة لنا جميعا ودعوة نتوجه إلى منصة هيئة الصحة الموجودة ضمن أسبوع الابتكار، مثل ما تفضلت الأستاذة مي، في مكانين، موجود في بوليفارد أبراج الإمارات وموجود خلف مستشفى راشد. الدعوة عامة مفتوحة، ودوا عيالكم خلوا يشوفون الخدمات الموجودة يتعرفون. أحيانا تطلع من الأطفال أفكار ما نتوقعها، مثل ما قالت هناك منصة للأفكار، يدخلون الأفكار على طول في هذه المنصة. فروحوا هناك وشوفوا الخدمات الموجودة. أرد أأكد أن إذا شفتوا أي خدمة هناك جميلة ممكن تطور باقتراح بسيط، قدموا الاقتراح حتى لو كان صغير. أدري أحيانا لما نشوف إنجازات كبيرة وخدمات ضخمة نقول اقتراح الصغير شو بيأثر، يأثر جدا جدا جدا. ترى أرد أقول في النهاية كل الخدمات مصممة عشان تخدمكم أنتم. إحنا نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. لازلنا ضمن مشاركة الهيئة بفعاليات شهر الإمارات للابتكار. هالمرة نروح لخدمة أخرى أو مشروع جديد تستعرضها هيئة الصحة خلال هذا الشهر، حيث تستعرض حافلة التبرع بالدم التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي بدأت الهيئة باستخدامها مؤخرا في مركز دبي للتبرع بالدم، بتماشيا طبعا مع توجهات الدولة واستراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة. بنتعرف عن هالمشاركة وشو سالفة الباص النظيف هذا أو الباص الذكي أو الحافلة الذكية. يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم. صباح الورد دكتورة مي. صباح الورد والسرور دكتورة. أهلا فيك. أول شيء نعرف الناس شو هي هذه الحافلة، نقول ممكن نقول النظيفة، التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومتى بديتوا استخدامها؟ نعم، تم استخدام حافلة التبرع بالدم اللي تعمل بالطاقة الشمسية في بداية شهر فبراير عام 2020. وهي طبعا الحافلة هي مثل سيارة كبيرة، لكن أثناء تنظيم حملات التبرع بالدم نحتاج إلى، بعد ما توقف السيارة في المكان المخصص لها، يتم عادة تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، وهذه المولدات تعمل بالديزل عادة، وطبعا تكون مصاحبة إلى صوت وارتجاج، لأن هذه المولدات هي اللي تشغل الأجهزة الطبية داخل الحافلة وتشغل التبريد والأضوية داخل الحافلة أثناء عملها للتبرع بالدم. في منتصف عام 2019 ورد أن اقتراح ضمن النظام الإلكتروني الموجود في هيئة الصحة في دبي،
وهذا الاقتراح كان من إدارة صحة وسلامة البيئة في هيئة الصحة، وأعطونا هذه الفكرة أنه ليش ما نبدل المولدات اللي تعمل بالديزل ونخلي هذه الأجهزة الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية. فمجموعة من يعني فريق عمل من إدارة صحة وسلامة البيئة ومركز دبي للتبرع بالدم عملنا على هذا المشروع، وبدعم من إداراتنا استطعنا الحمد لله تنفيذ المشروع. حاليا تم استبدال المولدات الكهربائية اللي تشتغل بالديزل بخلايا شمسية تولد طاقة، فأصبح الباص يعمل بالطاقة النظيفة، لا يوجد صوت، لا يوجد رائحة. طبعا وقفنا استعمال الديزل اللي هو طبعا يحمل خطورة للموظفين اللي يعملون بالباص وكذلك للعملاء اللي يستخدمون الحافلة. وحاليا الطاقة الشمسية تشغل الأجهزة الطبية الموجودة داخل الحافلة، تشغل الكراسي التبرع بالدم اللي عددها 4 بالإضافة إلى التبريد والأضوية. فهذا يعتبر طبعا إنجاز بالنسبة لنا، حتى المتبرعين طبعا سعيدين جدا أن الحافلة أصبحت هادئة، ما في اهتزاز ولا في الصوت العالي اللي عادة المولدات الكهربائية يصدر عنها هذا الصوت أثناء العمل، فإحنا سعيدين بهذا الإنجاز. ممتاز. حاليا كم حافلة تعمل بنظام الطاقة الشمسية؟ احنا عندنا حافلتين حاليا في مركز دبي. نعم. وان شاء الله بانتظار الحافلة الثالثة توصلنا في نهاية شهر يونيو هذا العام بإذن الله. فهذه هي أول حافلة تم تغيير تحويلها يعني من المولدات اللي تعمل بالديزل للطاقة الشمسية. واحنا حاليا رح نستمر بالعمل بها، وإن شاء الله إذا تكون ماشية ويانا لحد الآن النتائج جيدة جدا. إن شاء الله إحنا بصدد تحويل باقي الحافلات إلى حافلات نظيفة تعمل بالطاقة الشمسية بإذن الله. ممتاز. دكتور ميتي، ذكرتي أن هالحافلات هي حافلات تبرع للدم، ممكن نعرف المستمعين أكثر أن كيف يتم مثلا حجز هالحافلات، وين تتوجهون للتبرع بالدم، كم طاقتها الاستيعابية، هل هي أقل أو أكثر من المركز نفسه، يعني نعطيهم شوية معلومات عن الحافلة. نعم. الحافلة التبرع بالدم تحتوي على 4 أسرة، وعادة يعني تشتغل لمدة 5 إلى 6 ساعات، ممكن تشتغل أكثر. نحن عادة نشغلها لمدة 5 إلى 6 ساعات، نستطيع خلال هذه الـ5 ساعات نستقبل 80 متبرع بالدم. ممتاز. نعم، فالحمد لله يعني هي طريقة طبعا للوصول إلى المتبرعين في أماكن تواجدهم، أماكن عملهم، أو مرات مثلا في أماكن عامة، مثلا تكون مكانات عامة مثل نوقفها في مواقف شرطة دبي أو في اتصالات أو في مراكز في مكانات تكون عامة للجمهور يستطيعون المشاركة، بالإضافة لأنه حملاتنا تنظم في دوائر أو شركات خاصة ينظمون الحملة فقط لتشجيع موظفيهم على التبرع بالدم. الحافلة يكون لها جدول، وجدول قبل أسبوع يعلن في مركز الاتصال في هيئة الصحة في دبي. فإذا يحب أي شخص يعرف وين موجود الحافلة مثلا الأسبوع الجاي أو اليوم مثلا، فممكن يتصل بمركز الاتصال وهم يخبروا وين موجودة الحافلة، لأن هذه طبعا هي أفضل طريقة لسحب الدم من المتبرعين، تسهيل الأمر عليهم أنه نكون متواجدين بالقرب من مكان تواجدهم. و80% دكتورة من الوحدات الدم اللي يسحبها مركز دبي للتبرع بالدم سنويا تسحب عن طريق حافلات التبرع بالدم المتنقلة، وهذا طبعا في كل العالم. بنوك الدم المتنقلة هي اللي الاعتماد الأكبر عليها لسحب كميات كبيرة من الدم حتى نقدر نوفر الدم المطلوب بالكميات المطلوبة للمرضى. وحافلتنا بالإضافة إلى الطاقة الشمسية أحب أذكر أنه هي حافلة ذكية، فلا يوجد فيها أوراق، فيها طبعا خدمة دمي
الموجودة في الخدمات الذكية لهيئة الصحة في دبي. يتم قراءة المعلومات قبل التبرع بالدم وتعبئة الاستبيان كله إلكترونيا على الألواح الذكية ومربوطة حافلة في النظام الإلكتروني الموجود في المركز. فإذا تبرع الشخص في أي مكان في حافلة التبرع بالدم تنتقل المعلومات فورا إلى مركزنا اللي واقع داخل حرم مستشفى لطيفة. فهي حافلة ذكية بما يخص الخدمات الذكية اللي موجودة اللي هي تطبيق دمي الموجود وتعبئة الاستبيانات وجميع إجراءات التبرع بالدم إلكترونية ومربوطة إلكترونيا بالنظام الإلكتروني الموجود داخل المركز. بالإضافة إلى أنه احنا فخورين انه حاليا اصبحت نظيفة وخضراء لانها تساهم في سلامة وصحة البيئة باستخدام الطاقة الشمسية. ممتاز دكتور مين، نعطي شوي بعد نبدأ عن خدمات مركز دبي للتبرع بالدم، شوية نصايح مثلا منو لازم يتبرع، شو النصايح قبل التبرع عشان يسهل عليهم رحلتهم داخل مركز دبي للتبرع بالدم. نعم، التبرع بالدم أحب أذكر أول شيء فوائد التبرع بالدم. طبعا إحنا نذكر إنه المتبرعين اللي يتبرعون بصورة منتظمة يعني يكررون تبرعهم ويصبح التبرع بالدم جزء من أسلوب حياتهم. هذا عمل صحي جدا، يساهم في تقليل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية. وطبعا كل ما يتبرع الشخص بالدم يقوم الجسم بتكوين خلايا جديدة نشيطة، فهو ينشط خلايا الدم اللي تصنع داخل الجسم من خلال نخاع العظم، ويقلل من نسبة الحديد الزائد الموجود عند بعض الأشخاص خصوصا المدخنين. فالتبرع بالدم بالإضافة إلى كونه عمل إنساني نبيل لأنه لحد الآن لا يوجد بديل لدم الإنسان وهو ينقذ حياة الكثير من المرضى والحالات المرضية، ففي فوائد على المتبرع بالدم. شروط التبرع بالدم، هو طبعا موجودة كل الشروط والمعلومات عند تطبيق دمي الذكي اللي موجود داخل تطبيق هيئة التطبيقات الذكية لهيئة الصحة في دبي. وتشمل طبعا انه الشخص يكون عمره بين 18 الى 65 وانه يتمتع بصحة جيدة، يوم التبرع بالدم يكون نايم زين ويكون ماكل. وفي طبعا شروط مثلا بالنسبة للأمراض اللي يعاني منها، هل يقدر يتبرع بالدم أو لا. بس أحب اليوم أذكر أنه اللي عنده ضغط، ارتفاع في ضغط الدم، يمكن أن يتبرع بالدم إذا يوم التبرع يكون ضغطه ضمن الحدود المقبولة. واللي عنده سكر، لأن يعني كثير يسألون هذا السؤال، إذا يأخذ حبوب لعلاج السكر أو يأخذ ريجيم معين بالأكل أيضا يمكن أن يتبرع بالدم إذا يكون السكر بالمعدل المقبول يوم التبرع. بس اللي يأخذون إنسولين لا يفضل تبرعهم بالدم، وذلك حفاظا على صحتهم. وفي طبعا مجموعة أسئلة إحنا نسألها المتبرع للتأكد أنه التبرع بالدم ما يضر المتبرع أولا ولا يضر الشخص متلقي الدم اللي هو المريض. ممتاز. وطبعا احنا نشجع الجميع انهم ينزلون تطبيق هيئة الصحة بدبي ويدخلون على دمي الموجود في التطبيق ويجاوبون على الأسئلة، وايد يختصر عليهم رحلتهم داخل للتبرع بالدم بشكل عام. نعم، وطبعا نحب نقول انه احنا نحتاج يوميا الى كل اصناف الدم، ما في صنف دم محدد. يوميا احنا بحاجة الى تبرع الاشخاص اللي يستطيعون التبرع بالدم، لأنه الحاجة إلى الدم متزايدة بسبب طبعا توسع الخدمات الصحية في إمارة دبي والسياحة العلاجية. صحيح. وكل هذا يسبب زيادة على طلب الدم ومكوناته. ممتاز. نعم، احنا نستقبل طبعا المتبرعين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا حتى 7 مساء. ممتاز. دكتورة مي، نخبر المستمعين عن رحلة الدم بعد ما يتم التبرع فيه. كثير من الناس تفكر ان الدم خلاص ياخذونه من عندنا ويحطونه في البنك ويعطونه حق المستفيدين، لكن هناك رحله شيقه جدا للدم اللي هو خلايا الدم اللي تستفيدوا منها وكيفيه التاكد من صلاحيه الدم وغيره. فنقول لهم عن ما يجري خلف الكواليس بعد ما تتم عمليه التبرع بالدم. نعم، طبعا دكتور، البنوك الدم، بنوك المراكز التبرع بالدم
تعتبر مختبراتها من أغلى المختبرات الموجودة، وذلك لأن الفحوصات الموجودة فحوصات دقيقة وطبعا تعني بسلامة المريض متلقي الدم. بعد ما يسحب الدم من المتبرأ بالدم، نحن دائما نسحب كيس دم ونسحب عينات من الدم، فكيس الدم يذهب إلى المختبر، ومن هذا كيس الدم الكامل يتم استخراج وتحضير مكونات الدم اللي هي الصفائح الدموية اللي هي الخلايا المسؤولة عن تخثر الدم. فالمريض مثلا عنده نزيف يأخذ صفائح دموية، صحيح. وفي مكون آخر اللي هو طبعا كريات الدم المركزة الحمراء المركزة، وهي طبعا تعطى للمرضى اللي يعانون من فقر الدم. فمثلا المريض يكون عنده فقر دم بسبب نزيف بعد الولادة، أو مثلا مرضى الثلاسيميا أو حالات أخرى بسبب يعني فقر الدم، يعطوهم كريات الدم الحمراء المركزة. فإحنا نطلع من الدم الكامل كريات دم حمراء مركزة، ونطلع كيس اسمه صفائح دموية، وبالإضافة لهذا نطلع منتج آخر اللي هو البلازما الدم المجمدة الطازجة، وهذه طبعا تستخدم للحروق وفي الحالات اللي يكون فيها فقدان للدم وسوائل الجسم. فمن هذا نحب نقول للمتبرعين أنه الشخص اللي يتبرع بوحدة دم هو لح يساهم بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى في إنقاذ حياة 3 إلى 4 أشخاص، لأنه من دم الكامل نطلع مكونات دم نستخدمها لحالات مرضية مختلفة. في مكون رابع نطلع إحنا من الدم ويسمى الراسب القري، واللي هو يحتوي على عوامل التخثر، يستخدموه بكثرة المرضى اللي يعانون من مرض الهيموفيليا، وهو نقص فاكتور 8 المسؤول عن تخثر الدم. فهذا بعد تحفيز أكثر للمتبرعين اللي يساهمون يحبون الأعمال الإنسانية والأعمال التطوعية، إنه نحب اليوم نقولهم إنه تبرعكم بوحدة دم تساهم في إنقاذ حياة 3 إلى 4 أشخاص يحتاجون إلى الدم أو مكوناته، وكلها طبعا تعتبر منقذا للحياة، لأنه لا يوجد بديل لدم الإنسان مع تقدم العلم والتطورات الموجودة. كل العالم يحتاج إلى تبرع الأشخاص بدمهم لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين. أكيد أكيد. شكرا لك دكتورة مي رؤوف، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم، ودخلتش معنا اليوم بخصوص مشاركة الهيئة بفعاليات شهر الابتكار وخدمات مركز دبي للتبرع بالدم. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا لكم. شكرا. طبعا الدكتورة مي وجهت الدعوة، ونجدد الدعوة لكل حد يسمعنا، إذا ما جربت تتبرع بالدم من قبل فهذه رسالة ودعوة أن نتبرع بالدم. التبرع بالدم ترى مهمة نبيلة جدا، وعمل إنساني إحنا نقوم فيه، لأن مثل ما قالت لا بديل الدم البشري. يعني لا سمح الله وإنسان صار لحادث نزيف، امرأة خلال ولادة ياها نزيف، كل هذيلا ما في شيء يعوضهم غير الدم البشري، والاحتياج يزيد يوم بعد يوم بعد يوم مع التطور والتوسع في الخدمات وحتى زيادة تعداد السكاني. فدائما هناك حاجة للدم، فهذه رسالة ودعوة لنا كلنا نتبرع بالدم. أنا عن نفسي جربت أتبرع، أنا تبرعت 3 مرات، أحاول أكون متبرع مستمر، يعني أحاول أتبرع دائما، وأحاول ما أدخل مشاغل توقفني عن أني أتبرع بالدم، لأني فعلا فعلا الإجراءات وايد مبسطة. إذا نزلتوا تطبيق هيئة الصحة بدبي أو ما تنزلونه تلاقون فوق طبيب لكل مواطن، هالخدمة الاستشارة عن بعد اللي نقول لكم كلكم سجلوا فيها واستفيدوا منها، لأن وايد تسهل عليكم رحلة المتعامل، وايد تختصر وقت بدل ما تيجي العيادة حق أشياء بسيطة. طبعا الحالات الطارئة هذه يعني من غير نقاش لازم على طول تروحي مستشفيات أو العيادات، لكن نتكلم عن الأشياء البسيطة، تبغى تحليل نتيجة تحليل، إعادة وصف دواء، كحز كان بسيط، ألم بسيط في البطن، ألم بسيط في الظهر، صداع البسيط العادي، هذه كل هالحالات اللي تمثل لو فكرنا فيها 70% من الحالات اللي تروح للعيادات. هذا لو تحولت إلى التيلي ميديسن أو التطبيب عن بعد ترى وايد تختصر عليكم رحلة المتعامل، رقم واحد. رقم اثنين، ما تتعرضون لأمراض من متعاملين آخرين، كل مرة ندخل العيادة هذا يكح وهذا يعطس وهذا عنده فيروس، فهذا يقلل من تعرضنا للفيروسات اللي عند المرضى الآخرين. فنبطل التطبيق، نشوف طبيب لكل مواطن، هذا خلصنا. بعدين عندنا تطبيق دمي، دخلوا
سجلوا فيه بتلاقون في مجموعة من الأسئلة، الأسئلة كثيرة لكن كل جوابها نعم أو لا، نعم أو لا. الغرض منها طبعا الحرص أن التبرع، عملية التبرع بدها تكون آمنة لك وللمتلقي. فملوا البيانات هاي أو ملوا الاستبيان هذا الموجود، وبعد هذا يطلع لكم كود الـ شو اسمه QR كود الأسود هذا، بس خلوه عندكم من تتوجهون لمركز التبرع بالدم سووا له سكان تبتدي عملية تبرع بالدم. فوايد وايد الموضوع وايد سهل وايد بسيط، العملية مو مؤلمة أبدا. في ناس وايد تخاف إن ألم وشي، أبدا مش مؤلمة. غزة الإبرة الأولانية حتى والله يطلعون الإبرة يسحبونها من إيدك أبدا ما تحس بألم. ممكن صاحبة ألم بسيط في الجسم ثاني يوم، أنا يعني صارت لي هذه ثاني يوم ألم بسيط، بس مثلا ما في حرارة، ما في ألم يمنعك مثلا تقوم بواجبك أو تروح دوامك، لا الأمور وايد طيبة. بعد هذا تحس إن عمرك صحتك أفضل، تحس عمرك خفيف أكثر بعد تبرع بالدم. وغير هذا كفاية الإحساس إن أنت تسهم في إنقاذ مثل ما قال دكتورة مي شخصين، أعتقد شخصين إلى ثلاثة قالت أو ثلاثة إلى أربعة، كفاية أنت تفكر إن أنا أسهم في إنقاذ حياة ناس أنا ما أعرفهم. إن شاء الله كلنا يحتسب لنا الأجر، ونبغى نحرص أن نكون نحن متبرعين دائمين. وودوا عيالكم معاكم لما تتبرعون بالدم عشان يعرفون قيمة هذه المبادرة الإنسانية. أول شيء تعلموا معنى العطاء، معنى التسامح. هذا أكبر مثال للتسامح، لما أنا أسير أخذ من وقتي وأسير أتبرع بالدم، لأن أنا ما أعرف الدم حق وينه بيصير، هل بيصير المسلم أو غير مسلم، شو جنسيته، ما يهمني أي شيء من هذا، أنا مهمني راح أسير أتبرع بالدم لإنقاذ حياة إنسان. خلينا نودي عيالنا يا جماعة هالأماكن عشان يعرفون شو اللي قاعد يستوي، كيف نكون متسامحين، كيف نكون معطائين، كيف نعطي من شيء من جسمنا لإنقاذ حياة شخص آخر. ف مثل ما قلنا نحرص أن نكون متبرعين دائمين إذا حالتنا الصحية طبعا تسمح. إذا أنت لا يزال عندك شك استشير طبيب الأسرة، أو حتى تواصل مع مركز زبير تبرع بالدم واسألهم هل ممكن تتبرع بالدم، بيسألون كم من سؤال، إذا أنت وضعك الصحي يسمح تبرع بالدم. التجربة جدا جدا جميلة، الموظفين هناك جدا رائعين ويساعدونك وايد ويسهلون عليك المهمة. مثل ما قلنا هاي دعوة الجميع ليكونوا متبرعين دائمين. على السريع رح نقول دراستنا قبل ما نختم البرنامج، لأن الدراسة مهمة. اقترحت نتائج دراسة أمريكية جديدة اتباع مجموعة من الطرق لتخفيف التأثير السلبي للعمل في ورديات ليلية، اللي هو نظام الشفتات نسميه احنا، لتقليل التأثير السلبي على الصحة وخاصة القلب. دراسة سابقة أكدت الصلة بين السهر والعمل الليلي وأمراض متلازمة التمثيل الغذائي. متلازمة التمثيل الغذائي يكون مرض السكري، السكتة والقلب. بحسب الدراسة ينبغي تبني عدة وسائل. ها ما نبغى الدراسة تقول والله بسيب أقول حق مسؤولي ما بداهم في الليل، لا يا جماعة طولوا بالكم نشوف كيف ممكن نخفف من تأثير عمل المناوبات الليلية على القلب والسكري. أول شيء نوم القيلولة وتثبيت موعد النوم والعمل في ورديات أقل من 11 ساعة، إلى جانب التغذية الصحية للحد من تأثير العمل في وقت يتعارض مع الساعة البيولوجية. نشرت نتائج الدراسة في Journal of American Osteopathic Association، وحثت من يعملون في ورديات ليلية على النوم 7 إلى 8 ساعات كل يوم في نفس الموعد تقريبا، والحصول على قيلولة لا تقل عن 20 دقيقة لا تزيد عن ساعتين، والحرص على بدء الوردية الليلية قبل منتصف الليل إذا أمكن طبعا حسب حاجة العمل، وعدم امتداد الوردية لأكثر من 12 ساعة، وعدم تناول الوجبات الخفيفة السكرية أو تتضمن حلويات، وأن تكون الوجبات الخفيفة من الخضروات والبروتين، وأكيد ممارسة التمارين الرياضية يوميا بانتظام 5 ساعات قبل موعد النوم. باختصار الناس اللي يعملون في نظام الشفتات أو الورديات أو المناوبات الليلية وغيرها امتنعوا عن تناول السكريات كثيرا والكافيين خلال الورديات الليلية. الكافيين يتعب الجسم، مدر للبول، ممكن يسويكم جفاف. اعتمدوا على حاول يكون عندكم مثلا فواكه خضار تاكلون خلال الليل، حاولوا ثبتوا مواعيد الأكل، يعني الريوق الغداء قدر الإمكان يكون ثابت. هذا وايد يساعد جسمكم أنه ما يدخل في عملية التوتر هذا بسبب الوردية الليلية أو المناوبة الليلية. شوية تنظيف الأكل، الحرص على ممارسة الرياضة 5 ساعات على الأقل قبل النوم يساعدكم على النوم. أنا أدري كثير من اللي عندهم مناوبات ليلية صعب عليهم أنهم ينامون، فلما تسوون تمارين رياضية 5 ساعات قبل موعد نومكم يساعدكم أنكم تناموا باسترخاء أكثر.
احنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، برنامج صحة وسعادة. شكرا لك ايمن سرحيكا معي في الاخراج، وميرا المري كانت معي في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. ان شاء الله الى ان القاكم غدا اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.